إبراهيم. نعم. الشيخ حسن عندك؟ يعني ليلة دخلتي في الصومار على بنت زعيم قبيلة في كوخ والشيخ حسن هيبقى جوه بيعمل ايه بمنظر اهلك ده؟ ولا زاهر؟ قول لتهام ان عبد الجليل مستنيه بره. امشي يلا من هنا. امشي. يلا بقول لك ايه؟ امسكني. ما تجيش تاني. يلا. انا مش مصدق نفسي. والله العظيم ما مصدق. معقول انا وانت اتجوزنا؟ مصدق. بحبك، بحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي. عارفة يا نضال؟ أنا عمري في حياتي ما كنت متخيل إن أنا ممكن أتجوز لحد ما قابلتك. وأنا كمان عمره ما في راجل مرى عيني غيرك. طب عايزك توعديني بحاجة. قول إيه هي؟ مش عايزك تخافي من أي حاجة في الدنيا طول ما أنا معاكي. ياما! ياما يا لهوي ياما يا لهوي ياما 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 إيه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا حسين؟ ايه ده؟ ايه ده مفيش حاجة يا وسادة يا لو يما خلص ده قرد مرد خلصي رجع علينا خافش طيب مش ما تهدى ما تهدى ايه؟ فبا يما 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 اجري يا بنت طب تعالى اجري يا بنت من هنا ولا انت مش عارفك بنت ولا انا طيب انا بقول لك انت الله يعافيك يا وسيم تهدى قرد يا لو يما حسام مرد خلصي شوف حسن عندك يابا يابا طب ولا زاهر ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده زاهر؟ صحيح الغربة ما بتعمل تعال يا زاهر بتاع اللي انا شربته ده لازم نبقى ناخد معانا شويه مصر. تفتكر جوازنا ده حلال يا ناجي؟ اه طبعا حلال. ده الشيخ حسن هو اللي كاتب الكتاب وفي شهود يعني اسلامي اسلامي يعني رسمي واسلامي وشرعي وافريقي كمان. وبعدين عايز اقول لك على حاجه. الجواز اساسه الاشهار وديك شايف القبيله كلها فرحانه بينا وزفونا ورقصونا ومفيش بعد كده يعني بس الجواز مش اشهار بس طيب قدري بقى اللي انا شارب سلطانيتي زفاف قزح واحده ها خليك لطيفه بقى اهم حاجه في الجواز الصراحه واحنا قبل اي حاجه لازم نقعد قعده الصراحه الله بقى الناس عامله لنا الزيطه دي كلها مولعين نار في كل حته عشان نقعد قعده مصارحه انت عامل عملة كبيرة واوعى تفتكر ان انا مش حاسة عملت ايه يا ناجي؟ انا اللي سرقت بنك اليومي والشنط اللي معانا دي كلها مليانة دولارات انت حرامي ده انا طلقت جوزي الاولاني لانه كان حرامي اقوم اقع في الشيخ منظر أنا حرامي بس مش زي جوزك. جوزك سرق الفلوس وهربها بره مصر. وأنا سرقت الفلوس وهدخلها مصر. إحنا أحق بيها. وأنت علشان تعمل عمل وطني تقوم تسرق. مصر مش محتاجة حرامية علشان ظروفها تتحسن. مصر مليانة حرامية، هي ناقصة. كان نفسي أنتصر في أي حاجة. بقالنا كتير ما انتصرناش. الشباب اللي معايا دول شباب محبط. نفسهم يلاقوا أي فرصة يعملوا أي حاجة عليها القيمة خلاص دول بقوا مليونيرات بفضل ناجي بيع طلة بقوا مليونيرات كل واحد فيهم هيرجع مصر ومعاه كذا مليون دولار ويبقى من أكبر رجال الأعمال وهيعمل ألعن من اللي عمله جوزي أنت زعلانة قوي كده ليه؟ اللي إحنا سرقناهم دول مش هما اللي سرقونا؟ مش هما اللي سرقوا أرضنا؟ ما هو لو كل واحد اتسرق مد ايده هو كمان وسرق هنبقى كلنا حراميه
ما فكرتوش تعملوا حاجة؟ تبنوا مصنع؟ تعمروا أرض؟ نبني إيه ونعمر إيه؟ أنت مش عايشة في الدنيا. إحنا مش عارفين نعدي من خرم إبرة. مقفولة بالضبة والمفتاح. أنت عايزة إيه يا كاميليا؟ عايزة تبلغ عني زي ما بلغت عن جوزك؟ ناجي، أنا حاسة إنك أنت غريب عني. مفيش أي حاجة تربطنا ببعض. وعد الجواز اللي إحنا كتبناه مع بعض. ما ينفعش، ما ينفعش، لأنك أنت نفسك مزور. شكرا أشادة، أنا مش عارف أقول لك إيه. شكرا على كل حاجة، أنت راجل عظيم، ربنا يخليك لشعبك. إبراهيم خلي بالك منها. ما تخافش يا عم أشادة، دي أجوجة في عناية، وإن شاء الله لما الأمور تترستق كده تيجي أنت والحاجة تزورونا إن شاء الله. يلا بينا. بقول لكم ايه يا جماعه، انا بفكر افتح قريه في الساحل الشمالي واسميها اجوجا بيتش، ايه رايكم تخشوا معايا شركه؟ ايه رايك يا تهامي تخش معايا؟ لا معلش يا عريس، ابعدني انا عن السياحه، ما بفهمش فيها، خليني انا في الجيم، انا هعمل اكبر جيم في الشرق الاوسط. بقول لكم ايه، ما تخشوا معايا في المول الاسلامي اللي انا هعمله ده، دي حاجه رزقها حلال وربنا هيبارك لنا في الرزق ده. يا جماعه اللي انتوا بتقولوه ده، عول وكره سايحه، مالكوا كده في ايه يا جماعه؟ مفيش غير المطاعم بتاعت الفول والطعميه هي اللي بتكسب اليومين دول. انا اول ما انزل على طول هقوم فاتح مطعم للفلافل واسميه فلافل ام الغوالي، واقوم جايب ام الغوالي ذات نفسيتها قاعده على كيس تلم الغله. والله محدش فيكم خالص فكر في التكنولوجيا كده خالص. انا هعمل مول كمبيوتر وسوفت وير على اعلى مستوى. على مستوى ايه؟ بقول لك يا حسين خش انت معايا شريك. لا يا عم افتح لي انا، خلاص لقيت الشريك اللي كنت بدور عليه. نحنوح قوي، نحنوح قوي. ما انا كمان لقيت شريك. يعني ايه يا عبد الجليل؟ ايه يا عبد الجليل انت تعبني من ما تيجي تقعد هنا؟ عايز تيجي تقعد هنا؟ بس بقى بس بقى عرفتنا بقى عرفتنا بقى عرفتنا بقى بس لا لا ايه ده؟